أن الإنسان لن يحصل مهما فعل على كل ما يتمناه في الدنيا. ما في أحد يحصل على كل ما يتمناه في الدنيا. شوفوا، إذا زرتم المقابر اسألوا أنفسكم، هل فيهم واحد مات وقد أنهى كل أعماله؟ هل فيهم واحد مات وقد حقق كل أمنياته؟ لا، ما في. هذا معنى أصيل، معنى مهم جدا. وبالتالي كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. واديان من ذهب لتمنى عنده واحد ثالث. أنا أكلم بعض التجار الكبار، كبار جدا، قل له يا أخي أنت لمتى هتجمع فلوس؟ إلى متى؟ في بعض التجار اللي تعاملت معهم، والله لو ينفق كل يوم $1,000,000، مليون كل يوم، لا تكفي وتكفي أولاده وأحفاده إلى 50 سنة للأمام. إيش رأيكم؟ كم حيأكل؟ كم حيلبس؟ كم حيستمتع؟ فالإنسان في النهاية لن يحصل على كل ما يتمناه. وسبحان الله، كل ما حصل على ما شيء يتمناه بدأ يفكر بشيء آخر، إلى درجة أن البعض يعشق له واحدة، فلما يتزوجها بعد سنة يصير طلاق. الإنسان ما يحصل على كل ما يتمناه. وبالتالي تذكروا هذا المعنى، أن الإنسان أمنياته الحقيقية لن يحصل عليها إلا في الآخرة. طيب إيش معناها؟ طيب الآخرة إحنا نعرف معادلتها، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن هدانا بإرسال الرسل يدلنا عليها. إيش هذا المعنى؟ هذا المعنى يقول التالي، اسألوا أنفسكم سؤال بسيط جدا لكنه رئيسي جدا، وهو من أهم دروس الحياة بالنسبة لي. ما هو أعلى ما تتمناه في الدنيا؟ في الآخرة اطلبوا وتمنوا وفيها ما تشتهي الأنفس. طيب في الدنيا ما هو أعلى ما تتمناه؟ إذا الواحد وصل إليه يقول خلاص الآن أنا يكفيني ما حصلت عليه ومستعد أموت. في شيء واضح من هذا؟ طبعا في النهاية ما في، في النهاية الإنسان لن يحصل على كل ما يتمناه. إذن خلينا نعدل هذا الدرس ونقول، بما أننا لن نحصل على كل ما نتمناه، ما هي الأمور التي فعلا نتمنى الحصول عليها قبل أن نموت؟ لأن ما نستطيع نحصل على كل ما نتمنى، فما هي الأمور؟ فكروا بهذا، اجلسوا وتأملوه. أنا أعرف ماذا أريد، ولولا الوقت لفصلت فيه. أعرف ماذا أتمنى في الدنيا. فكروا يا شباب، ما هو أعلى ما تتمنوا الحصول عليه في الدنيا؟